منتابع آخر قسم من أنت حر. جوزيف كريم شاب صار له 10 سنين عم بفتش على شغل. جوزيف ابن ال 32 سنة ما خلى حدا مدق بابه لحتى يعطيه فرصة عمل لحتى يشغله لحتى هالفرصة تخليه يعيش بكرامته وما يمد إيده لحدا. هو صحيح أعمى بس هيدا ما بيعني إنه ما عنده مهارات، هيدا ما بيعني إنه ما عنده أفكار بتخليه ينتج، بتخليه يكون عنصر فعال بالمجتمع. شوفوا شو عنده جوزيف لحتى يقلنا الليلة على الهوى عبر انتحر. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم أحبائنا وأصدقائنا المستمعين وما كنتوا عم تسمعونا. معكم جوزيف كريم عبر الميكروفون وعلى الهندسة الصوتية. اسمي جوزيف كريم، ملقب بأبو ليلى، عمري 32 سنة، أنا خلقت من بقشاش. أنا لي 10 سنين عم فتش عن شغل، مش مفروض أنا وعم بشتغل ويكون في بنت حد مني أسس عائلة أنا وياها؟ أنا عالمي عالم إذاعة، بسجل دعايات، بحب الميكروفون كتير، بعمل برامج بس للأسف ما في ولا إذاعة. أنا ضد عائلي إنه روح دق أبواب وأشحد مصاري. أنا بدك تعطيني مصاري؟ خليني أنا أعطيكي بالمقابل شغل، مقابل الشغل تعطيني مصاري. أنا بقدر أكون مذيع بإذاعة، بقدر عد برامج، بقدر رد على السنترال. ما تفكري راس الكفيف غير عن راس الشخص اللي بيقشع، أما راس اللي عنده شلل بإجزاء غير عن شخص تاني. ما عنديش طائفة أنا، بس أنا بطلب أول شيء من أولاد بيتي اللي هن عم هن كل ما بدهم ينزلوا على انتخاباتي بيركضوا علينا. أنا رح خزق بطاقة الانتخابية بكل صراحة. حبيب الليل، صديق القمر، نجوم السهر، خلف السفر غدر حبيبي. هيدا القدر بده السفر وين القمر يرافق حبيبي. أنا بدق موسيقى، يمكن ما بتعرف توني كيوينكو عم يسمع، يمكن زين العمر، يمكن نجوى كرم، يمكن أي شخص يعني من المطربين. كلمة حرام هيدا أعمى، أنا بتزعجني. هلأ كانت تزعجني بالأول، يعني أول ما كنت جديد بالمصلحة، يعني أول سنة اثنين مصلحة العميان. أكتر كلمة بتجرحه لجوزيف هو لما يقولوا له يلي بيشوفوا ما عم بيلاقوا شغل، بعد أنت بدك تلاقي شغل، وكأنه هو مش مثل الناس العاديين، وكأنه هو لأنه عنده إعاقة ما لازم ينعطى فرصة بالحياة، وكأنه هو لازم يرضى بقدره بالوضع اللي هو فيه ويفقد الأمل ويتوصل الشفقة ويروح يشحد ويقولوا نعطوني مصاري. هالصورة كلها جوزيف ما بده إياها حتى قدام كاميرا أنت حر، ما فرجة إلا الفرح، شفتوك كيف عم يضحك، ما فرجة إلا النشاط، ما فرجة إلا الكبرياء، ورفض إنه نحطه بصورة الأعمى يلي بده شفقة الناس لحتى يشغلوه. جوزيف متصالح جدا مع نفسه وتقبل الواقع يلي هو فيه، ما عم يطلب مراكز عالية للشغل وقاعد يحط شروط، شروطه منا صعبة أبدا ومنا مستحيلة. هو بده يكون على سنترال مستشفى مثل ما قالكم، أو بوزارة على خط ساخن، أو بمكتب تاكسي لحتى ينسق الاتصالات، ولأنه بحب الإذاعة عم يحلم يعد برنامج إذاعي. بس يا جوزيف، مهنة المتاعب خاصة الإذاعة والصحافة والإعلام، وهيدي مهنة وجع الراس، ما بتطلع مصاري أول شيء، فيها تعصيب كتير، مشان هيك لازم يكون عندك مهنة تانية، لازم البرنامج إذا عملته يكون يمكن رسالة عم بتساعد فيها كل أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي مثلك لحتى توصلهم صوتهم. العمل بالإعلام هالأيام صار صعب كتير، وخصوصا للناس يلي مثلك يلي شخصيتهم ما بيحبوا يبوسوا أيادي ويترجوا، صارت صعب كتير هيدي الأيام ولا تمن مكلف جدا. بعدين يصر له أي وزير من وزرائنا بلبنان أو أي وزارة لبنانية إنه يكون عندها حدا مثلك على السنترال، هيدا شيء لازم يشرفهم، لازم يشرف الوزير ووزارته عنا بلبنان. جوزيف وضعك ما بيختلف عن باقي الشباب، ويمكن هن عم بيقولوا لك هلأ
نيالك لأنه ما عم تقشع الويلات اللي عم يمرق فيها لبنان، نيالك لأنه ما عم تشوف شو عم بيصير بالبيئة، نيالك لأنه ما عم تشوف شو عم بيصير على الطرقات، نيالك لأنه ما عم تشوف الجرائم اللي عم تصير بعز النهار، نيالك لأنه ما عم تشوف الأمن الممسوك قد ايه ممسوك بلبنان. نحن منحييك يا جوزيف لأنه شخص مثلك كان فضل إنه يشحد، كان فضل إنه يشفقوا الناس عليه لحتى يساعدوه لحتى يعطوه مصاري، وكان مد إجريه وقعد وعاش وآخر همه الطموح وآخر همه التقدم، كان أخذ يلي بده إياه بدون ما يتعب. فبحب خبرك إنه في قسم كبير من سياسيين بلبنان كمان هون يسمعوني كتير منيح، عقلهم المفروض يكون سليم، بنشوفهم البدلة كرافات هيك طلع فيها عم يحكي، بولاد عقله سليم جدا وما عندهم احتياجات خاصة، هودي العالم مقضيين حياتهم عم يشحدوا على أبواب وتخلوا عن كرامتهم لحتى يشفقوا المتمولين، لحتى يشفقوا الدول الخارجية والدول العربية عليهم. لهيك أنا بفتخر فيك يا جوزيف، كل اللي عم يحضروا انتحروا، كل الأحرار بلبنان بيفتخروا فيك لأنك مواطن لبناني عنده كرامة، وبيخلينا نقول الليلة أكيد منقدر نغير، أكيد نحن والحق أكترية، وأنت طموح وأنت جبار وبعمرك ما تفقد الأمل، لأنه الأمل دايما موجود. بعرف أنه صعب لحتى نلاقيه ونفتش عليه، مثل ما فتشنا ولقينا شركة اسمها ماضي أند كو، وهي شركة محاسبة بيملكها أستاذ رولان ماضي يلي زرناه بمركز عمله، وتفاجأنا أنه 30% من موظفين هيدي الشركة هن من ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف بيشتغلوا بماضي أند كو؟ شو بيعملوا بالشركة؟ وكيف جوهم خلال نهار عملهم؟ خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نتابع هالموضوع. الو مشوار رولا مي بلا، صار لي بشتغل 6 سنين وبشتغل على التليفون، يعني برد وبطلب نزل بروجرام ناطق على الكمبيوتر ليقدر يقرا لي. لينا بدك شي حبيبه؟ ايه لا اوكي يلا بقى. انا موظف بالشركه 8 سنين خلصت معاملات لرولا امين ماضي بكل الدوائر، سجل تجاري بالتبقى عملية كل شيء معماليات أنا أتضمن. ضليت شي 4-5 سنين أبرم على شغل بس يشوفوا البروبلام تبعي ما حدا يخدني كليا. أنا كنت حكيم سنة وعندي عيادة، بعد عيادتي عندي بس ما بيني أشتغل، وبعد ما قعدت سنة بلا شغل هو إنه رحلوا اتصل فيه قال لي جورج شو عم تعمل؟ قلت له ماشي قاعد بالبيت. قال لي يا عمي ليه قاعد؟ تعال عندي ساعدني. قلت له شو بدي أعمل؟ قال لي خي ما بتعرف تشتغل على الكمبيوتر؟ قلت له مبرا. قال ما بدها شيء، جيب الكمبيوتر، جيب لهون جيب الكمبيوتر وقعد تشتغل. انا ورفيقتي ريتا ومسيو حبيب كمان بنكتبهم على الدفاتر، وبيرجع مسيو رولون بياخذهم على الماليه بدقوا فيهم. هون الانسان بيسلم عليك بونجور بوجهك، بيطلع على مخزون عقلك، اما بغير مطارح ان كان برات الشغل او بغير مطارح حتى بونجور هيدي التوك عنا بلبنان. ومن أنفي صمت الكون المقفل من يصغلي. إنسان مش بلاها الجسدي بقولة، أهم شيء الفكره، لأن فكره أهم طاقة بالإنسان. ربنا بيقول لك وقف توقف معك. تجوزت وصار عندي بنت وكتير مبسطة بحياتي وبالشغل اللي أنا موجودة فيه، وانا كانه عندي ايدين واحلى من ايدين، سوق سياره فيتاس، سوق سياره اوتوماتيك اللي بدك اياه. صرت عندي كوميونيكاسيون مع العالم اكثر. حاسه حالي هلا مبسوطه انه صار عندي رفقه واصحاب. مبسوط هلا ومرتاح وجو العائله وهون جو عائله يعني. يمكن انسان بيتاثر لان بفكروا انسان المعاق كانه منبوز من المجتمع. بالعكس لو ربنا بس يكون عنده رجاء هذا ربنا بيعطيه أكبر نعمة، المهم يعفي يحب الآخر. طلعنا على الضوء وطلعنا على الريح، طلعنا على الشمس، طلعنا على الحبيب. عندهم دقة بالشغل يمكن أي شخص تاني ما عنده إياها. بإيدنا وإيدهم يعني عم يكون شغل بيرفكت عن جد. غيروا أزمي كل زفير. مكتبي بيحتوي
54 موظف شكر الله، من بيناتهم 14 شخص عندهم مشاكل جسدية، ما بهم شيء أبداً، يعني واحد إذا إيده أو إجره أو كذا، بس كلهم كامل عقلهم وبيشتغلوا وبيعطوني عطاءات 100% مثل غيرهم. يعني بدهم هن ينقوا بنات حلوين أو شباب حلوين تا يشتغلوا بشرك. لو كل شركة مثل هالشركة هاي إنه موظف كذا واحد دين بألف خير. وضع لبنان بمسؤولين وبشركات وبمسؤولين الشركات وبالمدراء إنهم يي ما بيطلعوا بقدرات الإنسان، بيطلعوا بتيبو الخارجي، وهذا للأسف. كلهم أنا بحاجة إلهم، مش إنه عم شغلهم تشغلوا، لا أنا بحاجة إلهم وعم بيعطوني شغل أنا البدية بقى ليلى. في قانون بالدولة إنه كل شركة توظف برسنتج معين للأشخاص يكون عندهم إعاقة جسدية أو مشكلة، فبتمنى هالشركات تطبق هالقانون، لما حدا عم بيطبقه يا بيشغلوا الشخص شفقة فترة معينة يا ما بيوظفوه، يطلعوا على قدراته اللي قلتها بالأول، ما يطلعوا على الشكل اللي هو فيه. رح بنغير الحكاية، رح نحكيها بكرة. أول شيء هودي الناس وهيك روبورتاجات لازم تنحط بالبرامج وبالإعلام أكتر من نشرات الأخبار والسياسيين، وأكبر مسؤول بلبنان بيطلع بيتفلسف على العالم وبيكذب على العالم عن جد. يعني هودي بعتقد بفيده أكتر من أي حدا بيطلع بيكذب علينا على الهوى. هيدي أولا. تانيا كنت عم بسأل بالأول وينية الدولة ومين الدولة والدولة مين بتمثل ومين هن الأشخاص اللي هن الدولة. أنا برأيي هودي الناس، هودي هن الدولة، هودي الدولة، هودي هن لبنان، هيدا هو الشعب اللبناني، لأنه هودي صادقين، هول اللبنانيين اللي صادقين يلي بيقولوا لك هيدا سياسي كذاب وهيدا سياسي صادق، يلي بيقولوا لك أنا انتخبت هيدا لأنه خدمني وانتخبت هيدا لأنه كذب علي، يلي بيقولوا لك إنه هيدي الوزارة فيها سرقة وهيدي الوزارة ما فيها سرقة، هو هن لبنان وهو هن الدولة اللبنانية. عن جد شي بيفرح القلب، شي بيعطينا أمل. رولان ماضي من أول أرباب العمل يلي نفذوا القانون، وهذا القانون هو رقمه 220 على 2000 يلي بيشمل كوتا العمال ذوي الاحتياجات الخاصة يلي هن مثل الأشخاص اللي شفتون بالإدارات العامة بالمؤسسات والقطاع الخاص، لحتى يتوظف 3% منهم نسبة إلى عدد العاملين بالمؤسسات. هيدا القرار بعده مش محترم لحد اليوم، تخيلوا إذا بيكونوا فعالين أكتر من البنات الحلوين اللي بيقعدوا بتقعد بتعلو كل نهار أو بتطحنك على التليفون وما بتشتغل، يعني هو بيشتغلوا أكتر. والملفت أنه أستاذ رولان صاحب الشركة تعدى تطبيق القانون ووصل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة عنده ل 30%، يعني من حوالي 30 سنة وهو عم يشتغل بمجال المحاسبة والتدقيق، شرع مكتبه لحتى يوظف أول معوق من أكتر من 10 سنين، اليوم عنده 54 موظف من بيناتهم 14 موظف عندهم إعاقة أو عندهم احتياجات خاصة. أستاذ رولان ماضي مساء الخير. أهلا مساء الخير. بس بدي عزبك تسمعني من التليفون وتوطي صوت التلفزيون لو سمحت. أوكي. أول شيء بدي حييك، بدي حيي رسالتك، وبالفعل بتستحق أكتر من روبورتاج على الهواء وأكتر من تنويه. حضرتك الدولة اللبنانية، الدولة الثانية مش الدولة اللي هن اللي مرقوا بالروبورتاج، الدولة اللي هي هلأ بيعتبروها دولة، لازم تشكرك ولازم تكرمك على يلي عم تعمله بشركتك بكل صراحة، وعم بحكيك من القلب. يعني مش هالقد عم نعمل هيدا لأنه غيرك ما عم يعمل، نحن شايفينك عم تعمل كتير للأسف. الله يخليكم، أنا عم بعمل شيء طبيعي. نعم. ما بعرف إذا تبعت جوزيف كريم بأول تقرير قبل ما نحط روبورتاج الشركة عندك، يعني كمان نعم تبعته لجوزيف فاردون. نعم. وبتقول له يشرفني بكرة على المكتب. نعم. ومبروك للوظيف، يعتبر أنه توظف عندي، وأهلا وسهلا فيه من قلبي، وإن شاء الله خير يا رب. أستاذ ماضي نحن بدنا نحييك وبدنا نتشكرك، نتشكر جهودك، نتشكر رسالتك، يمكن لأنك شخص مؤمن ومؤمن زيادة عن اللزوم، لا عندك رسالة ولازم يتضوى على أمثالك وعلى هالأشياء يلي بتعملوها. جوزيف أكيد عم بيتابعك الليلة، ومثل ما قلت لجوزيف أنا أنه في أمل، هيدا الأمل إجا دغري ما طول، إجا بعد دقايق من الروبورتاج. أنا بدي حييك. يعني أهلا وسهلا فيه، فرحتي كبيرة، وقت يفرح كمان جوزيف انه لي اشغل، واهلا وسهلا فيه وانا ناطره. شكرا لك. شكرا استاذ رولان، وكون اكيد انه يلي بيعمل خير ما بيلاقي الا خير، وربنا لما واحد بيعطي حدا بحاجه بيرجع بيعطيه ضرب 10، فانا بدي احييك وحيي رسالتك.
ببادرة فريدة من نوعها، دعية جامعة الكفاءات عدد من الوجوه الإعلامية اللبنانية لحتى تكرمهم يوم الثلاثاء الماضي داخل حرم الجامعة بسبب متابعتهم لملف ذوي الاحتياجات الخاصة، ولأنه الثلاثاء هو موعد عرض انت حر تعذر أني أنا أكون موجود بهذا الحفل، ولكن فريق عمل انت حر ما تغيب عن الحفل يلي كرم أيضا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فعور بسبب نشاطه الدائم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أولا بشكر كل الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، شرف كتير كبير وياريت ما بيجي إلا منهم أن يأتي التكريم لجو معلوف ولأنت حر منكم أنتو، هيدا أكبر تكريم بالنسبة لنا الليلة، أهم بكتير من أي تكريم رسمي أو من أي جهة تانية بتكرم. نحنا مش بحاجة لحتى نتكرم ونكرم ونعيش كذبة، أنا بفتخر بهيدا التكريم، هيدا هو التكريم الحقيقي. الام تي في بتفتخر عفوا بتكريمكم وبتشكركم الليلة. بهدي هيدا التكريم أول شيء لكل اللي بيحضروا أنت حر لأنه أنتوا شركاء فيه، ولكن بهدي بشكل خاص إلى فريق العمل يلي من أول حلقة لليوم بعد ما ذكرتهم يمكن بتقروا أسميهم يمكن ما بتقرون، وهني رامي زين الدين، زينة بسيل، روى سابا، سمير يوسف، إلي عساكر، مريان سلامي، مارون فواز، وكل الفريق التقني كمان، ومخرج البرنامج توني سويدي، وكل فريق العمل اللي أنا عن جد بشكرهم على جهودهم. وهيدا التكريم لما نحن بننجح كلنا بننجح. خلينا نتابع هيدا التقرير يلي بيلقي الضوء أكتر على تفاصيل الحفل. رحب فيكم بجامعة الكفاءات، هي جامعة فتية من سنة 95 نشأت مع هذين جامعيين، عادوا مع إنشاء مع هذين آخرين، من وقتها لليوم صارت جامعة. هي جامعة فتية إنما جامعة عندها مستوى كتير عالي واختصاصات كتير متنوعة، وبالواقع بلشت جامعة سنة 95 لحاجة بتعنينا وبتعنيكم العاملين المتخصصين في المؤسسات المختصة لرعاية الأشخاص المعوقين. ما كان فيه، ما كنا نعرف من نجيبه. وائل أبو فعور هو حال، هو ظاهر فريد من نوعه، هو ابن بيت مقاوم، بيت كله قيم. تشاء الصدف وتشاء الأقدار أنني أنتسب إلى مدرسة فكرية قال في يوم من الأيام مؤسسها كمال جنبلاط أن السياسة مسلك شريف لأن لها علاقة بقيادة الناس، وقال كمال جنبلاط أيضا إن إجلال لغاندي معروف لدى كل المحيطين به لأن غاندي أعاد الأخلاق إلى السياسة، لبل أعاد السياسة إلى منبعها الأخلاق. هود الناس بيعرفوا قيمة الأشياء الصغيرة وأبسط شغلة وأصغر شغلة بتفرحهم. هيك بعد حضوره حلقة كلمة تبعه للنيابة عنه. تكريما الليلة بنقدمه لكل ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا للناس موقف الشاب اللي شفتوه بالتقرير، الشاب اللي هيك بعقل بيوصل بلد. وبنرجع منعيد هاو هن الدولة اللبنانية وهو هن لبنان، هودي اللي لازم يحكموا البلد لأنه بيقدروا يحكموا وبيوزن عقلهم كل السياسيين اللي عنا بلبنان. نحنا ما عم فينا نفهم كيف نفس الأشخاص عم بيطالبوا بحرية الرأي والتعبير وبيطالبوا بإخلاء سبيل أولادهم من السجن بس ما بيسلموا المطلوبين اللي عندهم ببيوتهم. مبارح الصبح وتحديداً الساعة 5:30 داهم الجيش منطقة عرسال لإلقاء القبض على مطلوبين مثل العادة. الغريب كان انه بس وصلت القوى تبع الجيش وكونها كانت ملتزمة بالقانون وبالرغم من وجود اوامر بالمداهمة التزمت القوة بتطبيق القانون عبر الدخول على البيت واحضار المطلوبين بحضور مختار المنطقة. الصدمة كانت والمسرحية انه 7 مخاتير خطوطهم كانت مسكرة. هيدا شو بيعني؟
يعني هالعالم وهالمنطقة والناس اللي بيعملوا هيك هودي كلهم خارجين عن القانون، كلهم بدهم توقيف. وهون بهالقضية ما في 8 وما في 14. ليش؟ لأنه الجيش مش رايح من راسه فاتح على حسابه، ولا حامل علم أزرق ولا حامل علم أصفر ولا حامل علم أورانج. الجيش اللي رايح يداهم ناس عم يتعدوا على الشعب اللبناني. هيدا الجيش هو الجيش اللبناني، هو جيش الحرية، جيش حرية المواطن. ما فيه إلا أعداء الحرية بيقاتلوا، بيخطفوا، بيرهبوا الناس، بيعرقلوا، بيعطلوا، وبيغيبوا مين ما بده. بس احنا منقول مهما عملوا ما فيهم يوقفوا العدالة، ما فيهم يتغلبوا على الحرية ولو أخذت وقت. وعلى فكرة بالرغم من كل اللي عم بيصير بهيدا البلد بلبنان، نحن عم نظهر ونحن عم نتعشى ونحن عم نتغدى ونحن عم نسهر ونحن عم ننزل على البحر، نكايه بكل جاهل بده يخرب هيدا البلد.